سلامات جميعا، يعطيكم العافية. أنا اسمي عمار حلبي. هالعرض يلي صار بتاريخ 26/8/2015 هو مرحلة نقطة بداية الورشة الإلكترونية للكتابة العلمية يلي عم نقيمها بالتعاون مع شباب ويكيلوجيا ضمن إطار مجموعة من الفعاليات والورشات التعاونية يلي بيقيموها بشكل متكرر. هالورشة عم ننظمها بالتعاون مع فادي عمروش ومدر الحمدوش وأنا عمار حلبي. نبلش نحكي عن محاور الورشة يلي رح نغطيها ضمن هالعرض وضمن الإطار العام للورشة من بدايتها لنهايتها. بهالعرض رح أحكي عن طبيعة الكتابة العلمية بشكل مختصر، وعن غرض الورشة يلي عم نقيمها ومين هو الجمهور المستهدف فيها. رح أعطي كمان صورة عامة عن الجدول الزمني والنشاطات، ورح أحكي عن مراحل كتابة المقال يلي رح تشكل إطار عام مساعد للمبتدئين يلي عم بيحكوا أو عم بيجربوا لأول مرة إنه يمارسوا الكتابة العلمية. في النهاية رح أقدم مخطط عام للمقال يلي هو ممكن يعني يشكل إطار عام، يعني يكون دليل لكتابة مقال، وخاصة مثل ما ذكرت للمبتدئين في الكتابة العلمية. رح نقدم لاحقا بعد العرض وأونلاين على صفحة الحدث على فيسبوك مثال عن مقال صغير، ما رح أغطيهن بالعرض بسبب ضيق الوقت، ولكن رح نحكي عنه أونلاين ونقدم عنه ملخص بشان يشكل مثال في حال عملية الكتابة ما كانت سلسة لبعض المشاركين. في البداية، ما هي الكتابة العلمية؟ يلي هو فعليا سؤال أنا ما كنت أفكر فيه بشكل كثير من قبل لحد لحظة تحضير هالعرض، ولكن هو فعليا سؤال منيح إنه الكتابة العلمية ما هي فروقاتها، ما هي مميزاتها عن أنواع الكتابة الأخرى. هي فعليا ما في مميزات كبيرة، ولكن تنحو الكتابة العلمية لأنه هي شكل من أشكال الكتابة يتميز بالسعي للدقة والوضوح. يعني عادة الكتابة العلمية تتوخى الدقة، تتوخى جمع المصادر، تتوخى الإشارة الدقيقة للمصادر اللي تم جمعها. وغالبا وقت بيتم كتابة مقال بحثي أو علمي يتم عبر هالمقال إيصال معرفة تم العمل عليها تجميعها وتحليلها بشكل مستفيض. فهذا بشكل عام بيميز الكتابة العلمية عن أنماط أخرى من الكتابة اللي ممكن مثلا تكون تقريرية أو صحفية يلي ممكن تكون أهدافها مثلا إذا أخذنا مقال صحفي بعين الاعتبار، الهدف الأساسي للمقال الصحفي إنه يوصل فكرة عن حدث معين بأسرع طريقة ممكنة وبوقت مختصر أكثر ما يمكن وبأكثر وضوح ممكن. الكتابة العلمية تسعى لأنه تكون مستفيضة، تسعى أنه تشمل جوانب مختلفة للموضوع يلي هي عم بتعالجه، وبالتالي أنه تقدم صورة أكثر شمولية، وأنه تربط هالصورة اللي عم بتقدمها بأعمال ناس آخرين قاموا فيها، سواء أوصلوها عن طريق الكتابة أو عن طريق المحاضرات، بالنهاية ربطها بأعمال علمية أخرى. غالباً الكتابة العلمية بتكون موجهة من قبل علماء وباحثين إلى أقرانهم. يعني وقت إذا فتحتوا مقال علمي سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربية، تلاحظوا أنه اللغة العلمية بدها وقت بالنسبة للمبتدئين لأنه يصيروا يقدروا يفهموها، يولفوا على اللغة العلمية. هذا الشيء بشكل عام لأنه غالباً الجمهور الكتابة العلمية هو باحثين وعلماء، وتحديداً غالباً من نفس المجال يلي المقال يعنى به، وبالتالي لغة الكتابة العلمية عادةً تكون ممكن تكون ما يوغط حال الجمهور العام. ولكن الكتابة العلمية ما ضروري تكون دائماً موجهة للعلماء والباحثين الأقران، ممكن تكون موجهة للجمهور العام، وهذا الشيء اللي رح نحاول أنه نغطيه بهالورشة لعدة أسباب. منها أنه المشاركين خلفياتهم مختلفة، والمنظمين كمان خلفياتهم مختلفة.
ومنها انه اهتمامات المشاركين مختلفة، فمنهم يلي هن مهتمين انه يكتبوا مقالات علمية بالمفهوم التقليدي، ومنهم هن المهتمين انه يكتبوا يستخدموا مهارات الكتابة العلمية لأغراض غير كتابة المقالات العلمية، مثل كتابة تقارير حسب المجال اللي بيشتغلوا فيه، أو طلبات توظيف، أو للتسويق، أو حتى للكتابة الصحفية. يعني بمعنى آخر، الكتابة العلمية والمهارات المتعلقة فيها هي مفيدة بمجالات لا تقتصر وليست محصورة بكتابة المقالات العلمية، وإنما ممكن تكون مفيدة لمختلف المجالات، لأنه هي فعلياً، وهي النقطة الأخيرة، هي شكل متين من أشكال البلاغة والبيان لإيصال الأفكار ودعمها بالحجج والبراهين. وبالتالي هالشكل المتين من أشكال البلاغة والبيان ممكن استخدامه لأغراض أخرى غير المقالات العلمية. هلأ من نحن الثلاثة يلي عم ننظم هالورشة بالتعاون مع شباب ويكيلوجيا؟ أنا عمار حلبي، باحث في التفاعل بين البشر الحاسب، بالإنجليزي اسمه Human Computer Interaction، هو مزيج بين العلوم الحاسب وبين العلوم الاجتماعية، ومهتم تحديدا بالتنمية الاجتماعية المحلية. منذر الحمدوش، دكتور باحث في الحوسبة الذكية وتطبيقاتها في مجالات المعلوماتية الحيوية، بالإنجليزي اسمه Intelligent Computation or Computational Intelligence. أكيد في فرق بيناتهم، يمكن هلا يعصب مني لأنه عم بوصفه بهالطريقة، بس ما حضراني التعريف بشكل مباشر. والمعلوماتية الحيوية بالإنجليزي Bioinformatics. فادي عمروش، المنظم الثالث معنا، هو دكتور باحث في الاقتصاد المعلوماتي ونظم اتخاذ القرار. تحديدا هدول المصطلحات بالانجليزي يقابلها على الاغلب computational informatics, economical informatics الاقتصاد المعلوماتي، و decision support systems نظم اتخاذ القرار. كمان فادي عمروش بجوز يعصب مني لانه ما عم بعرف اعرف له مجاله بشكل واضح، ولكن معلش سامحوني. قبل ما انتقل لغرض الورشة وجمهورها، بدي ارجع على الخلفيات المنظمين. اذا بتلاحظوا ثلاث منظمين متنوعي خلفياتهم العلمية متنوعة، وهذا رح يساعدنا لانه ان شاء الله نقدر نتفاعل مع مشاركين خلفياتهم ايضا متنوعة، لانه الكتابة العلمية يلي عرفناها من سلايد أو سلايدين سابقين، مع أنه في إلا مميزات واضحة مشتركة بين كامل المجالات، ولكن تختلف بشكل واسع من مجال لآخر. شكل المقال وطريقة طرح الحجة وطريقة جمع البيانات وتحليلها وعرضها يختلف مثلا بين علوم الاجتماع وبين علوم الحاسب وبين علوم الاقتصاد. وبالتالي لأنه حتى نكون مجموعتنا مرينة بشكل كافي، حاولنا أنه نجمع حالنا بحيث نكون خلفياتنا مختلفة، وإن شاء الله نقدر نوفي هالتطلب. غرض الورشة وجمهورها حالياً، الهدف الأساسي هو التعرض للكتابة العلمية عبر الممارسة والتعاون. وبالتالي إذا بتلاحظوا هلأ، هالعرض ما رح يقدم معلومات كثيرة، هو مقدمة عامة جداً. الهدف الأساسي هو أنه نخلي المشاركين يشلفوا حالهم بموضوع الكتابة العلمية، حتى ولو كانوا مبتدئين تماماً، مو مشكلة، المهم أنه واحد يحاول. الفكرة الأساسية هي أنه الكتابة العلمية يمكن تعلمها بشكل أفضل عبر الممارسة، وبالنهاية الممارسة في مرحلة بدائية، واحد ما بيقدر يبلش غير من الصفر، ولكن عبر هالعرض المبدئي وعبر الدليل والأمثلة اللي رح نقدمها بعد ما ينتهى هالعرض، نأمل إنه نقدم خطوة بداية للمبتدئين لأنه يقدروا يمشوا في أول تجربة لهم للكتابة العلمية. بالنسبة للآخرين اللي هي ما هي أول تجربة لهم، كمان ما في مشكلة، رح نتابع جميع على مختلف مستوياتهم. الجمهور المستهدف بشكل أساسي هو الطلاب والمهنيين والمتعلمين والباحثين، يعني مختلف الخلفيات ومختلف المستويات ومختلف الاختصاصات، ولكن التركيز الأساسي رح يكون على المبتدئين نسبيا في قضايا الكتابة العلمية، واللي عم بياخدوا خطواتهم الأولى أو اللي بدهم يحسنوا مهارات الكتابة العلمية.
بالنسبة للي عندهم تجارب سابقة أو للباحثين، إذا في باحثين مهتمين بالمشاركة معنا، نحن رح نكون من مرشدين ومنظمين بالنسبة لهم، رح نكون يعني نتعامل كمعاملتنا مع أقران، وفي الحقيقة رح نتعامل مع الجميع كأقران، لأنه الكتابة العلمية بالنهاية هي عبارة عن تجربة للكتابة، هي عبارة عن تجربة لوضع الأفكار والمعلومات وتحليلها وعرضها بشكل مكتوب، وعرضها على أقران لأخذ رأيهم والتحكيم، هي عملية التحكيم ما يعرف بالكتابة العلمية، من أجل تحسين المقال قبل النشر. هيك بشكل عام هي إجرائية الكتابة العلمية. وبالتالي رح نحاول نتعامل مع الجميع كأقران، لأنه فعليا هي إجرائية الكتابة العلمية، هي عملية التحكيم المقارن. سير الورشة رح يكون مرن قدر الإمكان لاستيعاب الاختلاف في قدرات البحث والتعبير بين شخص وآخر. يعني من المتوقع أن المشاركون أن يكون مختلفين بخلفياتهم، مختلفين باختصاصاتهم، مختلفين بمهاراتهم، حتى ولو كل المشتركين هي أول ورشة أو أول تجربة لهم للكتابة العلمية، من الطبيعي أنه يكون في مهارات تعبير وكتابة مختلفة متباينة بين الناس. من هالشي لا بأس، حتى ولو كان المشارك يعتبر نفسه متدني المهارات بشكل شديد بالكتابة، لا بأس، رح نحاول أنه نتفاعل مع الجميع بشكل متساوي. إذا لاحظتوا المواضيع يلي طرحناها للكتابة، بتذكر 3 أو 4 مواضيع كلها متعلقة بالشأن العام في سوريا، وهذا كمان الموضوع مستقى من قضية أنه خلفياتنا مشتركة مختلفة، وبالتالي لازم نلاقي مواضيع كلياتنا بنقدر نحكي عليها، نجمع معلومات عنها، نحللها، ونساهم بنقد مقالات الآخرين. ننتقل هلا لنحكي عن الجدول الزمني للورشة. المرحلة الأولى، أول يومين، رح يعد كل مشارك ملخص للمقال الذي يود كتابته ويحمله على الرابط التالي. رح نوفر كافة الروابط على صفحة الحدث، وبالتالي ما ضروري واحد يتذكرها هلا. في الأسبوع الأول بعد مرحلة إعداد الملخص، رح يعد كل مشارك نسخة أولية عن المقال ويحمله أيضا على نفس الرابط. نسيت أذكر أنه بالنسبة للنقطة الأولى، بعد ما يحمل كل مشارك ملخص للمقال يلي يود كتابته، نحن المنظمين 3 رح نراجع كل الملخصات ورح نقدم ملاحظات على كل ملخص، مثلا انه الملخص يتطلب بعض التفصيل اكثر، او انه كتير طويل، او انه في جوانب غير واضحة، او انه الموضوع يلي يتحدث عنه الملخص غير محدد بشكل واضح، وبالتالي ممكن يكون في صعوبات. يعني هي عبارة عن تحمية للجميع لانه يكتبوا، يبلشوا يفكروا بموضوع المقال يلي بدهم يكتبوه، وهي فرصة لنا لانه نبلش نعاين إذا في مشاكل أو إذا في قضايا بنقدر نساعد فيها بالبداية. بعدها، بعد الأسبوع الأول، راح كل مشارك يعد نسخة أولية من المقال ويحملها على الرابط. بالتالي بعد ما تحملوا مقالاتكم، خلال 10 أيام كل من المشاركين راح يحصل على 3 مراجعات. مراجعة من أحد المنظمين، يعني كل منظم راح يراجع 5 مقالات ويرسلها للمشاركين، وكل من المشاركين رح يحصل على مراجعتين من مشاركين أقران له. يعني بالتالي كل مشارك رح يراجع مقالتين لزملائه من المشاركين. الهدف من هالشي إنه ما ننخرط فقط في عملية الكتابة، ولكن في عملية التحكيم. عملية التحكيم هي جزء مهم من عملية الكتابة، وهي جزء مهم من الكتابة العلمية بشكل عام، ما هو فقط لإفادة المتلقين لهالتحكيم، ولكن لإفادة المحكمين أنفسهم.
يعني أنا كمحكم أتعلم كثير عن عملية الكتابة لما بقيم كتابات غيري، وهو هذا الهدف الأساسي من إنه كلنا نتعاون على التحكيم سوية. الخطوة التالية في الأسبوع الأخير راح يقوم المشاركين بإعداد النسخة النهائية لتحسين المقال استجابة للملاحظات والمراجعات يلي تلقوها عبر مرحلة التحكيم السابقة. بعد هالأسبوع الأخير راح نعد في فيديو للختام، ضمنه راح نعالج راح نذكر القضايا الأساسية يلي راح تبرز أثناء تعاوننا خلال هالورشة يلي حالياً ما بنقدر نتنبأها بشكل مسبق. ضمن كافة فترة الورشة ممكن نتفاعل مع بعض بالأسئلة والنقاش على صفحة الحدث على الرابط التالي، وصفحة حدث رح تكون كمان هي مركز كافة التوثيقات ومشاركة المصادر والنصائح والأمثلة اللي رح نحكي عليها، ورح نحط عليها كافة الروابط والتواريخ، يعني مثلا ايمت تنتهي مرحلة بأي تاريخ وايمت المرحلة اللي بعدها بتبدأ وهكذا. لنتطرق هلأ بهالجزء من العرض لمراحل كتابة المقال. كيف تتم كتابة المقال العلمي؟ محاور كتابة المقال أو مراحل كتابة المقال راح تتضمن تجميع البيانات والمعلومات، العصف الذهني، وضع مخطط أولي للكتابة، والمراجعة الندية. هلأ أنا هون عم بعرضهم بشكل عام. هالمراحل ما هي مراحل ثابتة في جميع أساليب الكتابة؟ يعني ممكن تتغير، ممكن يتغير تسلسلها، ممكن تدخل مرحلة إضافية أو تنحذف مرحلة حسب أسلوب الكاتب وحسب طريقة تفكيره وطريقة كتابته. ولكن بشكل عام بشكل عام أي عملية كتابة علمية تتضمن حكماً تجميع البيانات والمعلومات لتكون خلفية معرفية للكاتب يلي بده يبني عليها حجته ويقدمها للجمهور، تتضمن تفكير يلي أنا هون عم بسميه عصف ذهني وشخوطة من أجل أنه واحد يخلق أفكار حول الحجة يلي يود إيصالها وكيفية عرضها وكيفية تنسيقها ضمن مقال مكتوب. تتضمن وضع مخطط أولي، في كتاب بعرفهم زملاء قادرين على كتابة مقال بمجرد التفكير ومن ثم التفاعل مع الكيبورد، كتابة مقال من بداية للنهاية بدون وضع مخطط نقاط لمحاور المقال. أنا بالنسبة لي بفضل قبل ما أبلش كتابة وأثناء الكتابة إنه أحط مخطط يمثل الهيكل العظمي للمقال يلي يحدد محاوره ويحدد أجزائه. هذا يعود لأسلوب الكتابة و يعني أسلوب الكاتب نفسه. بعده تلي مرحلة الكتابة الفعلية اللي هي ملء هذا يعني المخطط بالمحتوى، وبعده المراجعة الندية. خلينا نحكي بشكل محدد عن مراحل العصف الذهني. العصف الذهني هو فعليا يعني لخلق أفكار حول المقال اللي راح نكتبه، فهو بالنهاية ضمن هالمرحلة المشارك ممكن يحاول يجيب الأسئلة التالية: ما هو الموضوع العام يلي تواد كتابته؟ يعني احنا هلأ عطينا أربع مواضيع ممكنة لأنه واحد ممكن يحكي ضمنها أو يكتب ضمنها مقال، ولكن هالمواضيع عامة جدا، فمن المهم جدا أنه المشارك يحدد موضوع بشكل محدد. كل ما كان الموضوع محدد وواضح كل ما سهل على المشارك تجميع بيانات حوله وسهل عرضه وخلق حجة حوله. وبالتالي ما هي الفكرة الأساسية يلي يود المشارك إيصالها ضمن المقال؟ هل هناك فرضية معينة؟ أم أنه هدف المقال هو نظرة عامة واستكشاف؟ يعني المقالات العلمية ممكن تتراوح بأهدافها بشكل واسع جدا،
على طرف واحد من طيف هالمجالات، ممكن انه يكون المقال العلمي محدد لفرضيه محدده. يعني مثلا اذا نحن عم نحكي على موضوع له علاقه في الاغاثه المحليه، مثلا في قضايا متعلقه في الفساد في الاغاثه المحليه، فممكن نحكي على قضايا الفساد الاداري ودور الادوات الالكترونيه في الفساد الاداري في منطقه معينه في سوريا بالنسبه للاغاثه. هذا موضوع كثير محدد. ممكن تكون الفرضيه مثلا انه انا عم بحط فرضيه انه يعني هلا عم بخترع فرضيه هيك من الهواء من العدم، انه استخدام الايميل يؤدي الى ازدياد الفساد، ويكون هدف المقال اثبات هالفرضيه او مناقشتها. هي فرضيه كثير محدده. بشكل اخر على الطرف الآخر من الطيف، لما يمكن أنه المقال أنه يعنى فيه، أنه يعاني أو يكون معني بنظرة عامة واستكشاف للمجال يلي هو عم بيتعرض له. يعني أنا ما بحكي عن فرضية محددة أو ما بحكي عن أمور محددة بشكل دقيق جدا أو محدد جدا، وإنما بيكون هدف المقال هو التعرض أو عرض صورة عامة عن المجال اللي أنا عم بحكي عليه. يعني مثلا بحكي بالنسبة للسياق اللي هلأ عرضته، ممكن أنا أحاول من ضمن مقالي أعطي للقارئ صورة عامة عن دور الأدوات الإلكترونية في الفساد الإداري، في الفساد في الإغاثة الإنسانية في سوريا. ومن ضمنها ممكن النقاط اللي انه ممكن تذكر بشكل مختصر هي انه استخدام الايميل قد يؤدي الى تزايد الفساد او له علاقه. القضيه الاخرى اللي ممكن واحد يعالجها في الوقت عم بيخلق افكار لمقاله هو انه ما الذي يدعم الحجه الذي انت بدك تقدمها ضمن المقال؟ هل هي مراقبات شخصيه؟ هل هناك ابحاث اخرى؟ هل ستحتاج للبحث عن أبحاث أخرى ومصادر وتقارير مكتوبة أو فيديوهات أو مصادر مسموعة ومرئية لأنه تدعم حجتك؟ هل عندك أنت تجربة شخصية لها علاقة بهالموضوع يلي أنت عم تحاول تكتب عنه؟ هل هالتجربة الشخصية مدونة مكتوبة؟ إذا ما هي مكتوبة، ما الذي يتطلب منك أنه تقعد تدونها وتكتبها؟ هذا الموضوع يذكرني بأنه الموضوع بشكل تحديد يلي رح تختاروه للكتابة كل منكم يفضل انه يكون موضوع عندكم لحد ما تجربة شخصية ولحد ما انتم مهتمين فيه، لانه هالموضوع يعني هالقضية كتير بتساعدكم، لانه انه اول شيء تكونوا مهتمين شخصيا بتحبوا الموضوع اللي عم تحكوا عليه، والقضية الثانية انه تكونوا قادرين على انه تجمعوا بيانات لتدعم حجتكم بهالخصوص. القضية الثالثة هي أنه كيف ستعرض حجتك؟ كيف رح تقسمها إلى نقاط فرعية؟ كيف تسلسل عرض الحجة؟ هل رح تعرض بياناتك قبل ما تعرض الفرضية؟ هل رح تعرض الفرضية بالأول أو رح تعرض البيانات اللي رح تدعم هالفرضية؟ إذا كان مقال يعرض بشكل عام المجال اللي أنت عم تتعرض له، شلون، ما هي النقاط العامة اللي رح توصف هالمجال العام اللي انت رح تتعرض له، وكيف رح تدعم كل منها؟ هي بشكل عام نقاط العصف الذهني يلي فكرت فيها. ممكن طبعا بشكل عام واحد يفكر بأمور أخرى يلي تحديدا منها تجميع البيانات والمعلومات، ولكن هي فضلت انه احكي عنها كمرحلة مستقلة بحد ذاتها. في الكتابة العلمية، الكتابة العلمية هي ما هي عملية كتابة فقط. الكتابة العلمية دائما بتكون مستندة على عملية بحث علمي. وبما انه لهالسبب رح نحكي عن قضايا متعلقة في البحث العلمي، ولو انه هدف الورشة مو تغطية جميع قضايا البحث العلمي، ولكن لازم نتعرض لها بشكل يعني بالحد الأدنى لدعم عملية الكتابة العلمية. عملية مهمة جدا هي اللي راح نغطيها في هالسلايد، وهي تجميع البيانات والمعلومات. تجميع البيانات اللي راح تدعم حجتك
ممكن يكون ممكن تكون مصدر البيانات المجمعة مشاهدات شخصية من تجربة شخصية أنت قمت فيها، قصص من ناس سمعت عنهم، مقابلات أجريتها، مذكرات سجلتها، أو مذكرات سجلها ناس أنت على صلة شخصية فيهم. ممكن تكون بيانات إحصائية رقمية، جداول أو أرقام إذا عملت في منظمة إغاثية مثلا، استبيانات سواء عملت أنت أجريتها بشكل شخصي أو زملائك أنت بتعرفهم بشكل شخصي أو منظمتك، أو جداول وأرقام واستبيانات تم إيرادها ضمن تقارير. وهذا بيوصل للنقطة الثالثة، إنه كمان مورد مهم من موارد البيانات والمعلومات اللي رح تدعمكم، إنه تطلعوا إيش في مواد مكتوبة من تقارير وأبحاث ومقالات ومقالات صحفية حتى وأخبار إلى علاقة في الموضوع اللي عم تحكوا عليه. من المهم قبل ما تبلشوا الكتابة أو أثناء الكتابة إنه تجمعوا أكبر عدد ممكن من البيانات والمعلومات يلي إلها علاقة بالموضوع اللي عم تحكوا عليه. ما ضروري هالبيانات والمعلومات كلها تذكروها ضمن المقال، وخاصة إن المقالات اللي رح تكتبوها هي لا تتجاوز يعني بين 1500 كلمة ل 2000 كلمة، وبالتالي لا يمكن إنه واحد يعني يتطلب إنه يكتب مقال مستفيض. ولكن من المهم مع ذلك إنه تجمعوا هالمواد وتنسقوها، لأنه هاي المواد رح تعطيكم أفكار كتير لطبيعة المعلومات يلي أو طبيعة الحجة يلي رح تحاولوا أنتوا تدعموها ضمن مقالكم. مرحلة أخرى في مراحل الكتابة يلي أنا بفضلها هي وضع مخطط عام للمقال يلي رح تكتبوه. رح أقدم هون مخطط عام للمقال يلي هو ما ضروري يكون واحد يتقيد فيه بشكل صلب، ولكن عدد كبير من المقالات العلمية يعني تتبع بشكل أو آخر لهالمخطط العام. المقالات العلمية بشكل عام في إلى مقدمة، بهالمقدمة بيحكي الكاتب عن السياق العام يلي المتعلق بالموضوع يلي بيحكي عليه، يعني ما بتعمق في المقدمة بالموضوع مباشرة، بيحكي عن السياق العام ويتعمق بشكل تدريجي في الموضوع، وبالتالي يؤسس أو يبني علاقة بين الموضوع المحدد اللي بيحكي عليه والسياق العام يلي هو في حالتنا هو سوريا والشأن العام في سوريا، قضايا التنمية والإغاثة والعمل. في المقدمة كمان بيعطي الكاتب فكرة إنه ليش الموضوع اللي بيحكي عليه هو موضوع مهم أو موضوع مثير للاهتمام بالنسبة للقارئ. وفي النهاية في المقدمة بيقول الكاتب إنه بيعطي لمحة عامة مختصرة عن ما يحققه، ما الذي سيحققه في المقال، ما الذي سيوعد المقال بتقديمه في الأخير، ما هي يعني بشكل آخر هي عبارة عن كتابة مختصرة للحجة الذي المقال سوف يقوم بتحقيقها وكيفية دعم هذه الحجة. بعد المقدمة عادة الكتاب بيكتبوا خلفية عن الموضوع، هالخلفية تتضمن المعلومات المتعلقة بالموضوع اللي ما قام فيها، ما قام بجمعها أو إجراءها أو تحقيقها الكاتب نفسه. يعني بمعنى آخر الخلفية تتضمن ما الذي قام به آخرون حول الموضوع يلي أنا مهتم فيه أو اللي عم بعرضه بهالمقال. هذا الموضوع مهم جدا في الكتابة العلمية، وهو إحدى من القضايا يلي بتميزها عن أشكال الكتابة الأخرى، هو إنه من المهم جداً إنه أنت تعرض إيش قام به آخرون حول هالموضوع لهدفين أساسيين. الهدف الأول هو إنه تبين إنه علاقة يلي أنت عم تشتغل فيه بما اشتغل عليه آخرون، باحثون آخرون أو كتاب أو مفكرون أو صحفيون. والقضية الهدف الثاني هو إنه تبين إنه الموضوع اللي أنت عم تشتغل عليه ما اشتغل عليه حدا قبلك، أو يعني بالأحرى القضية يلي أنت عم تعرضها وبالطريقة يلي أنت عم تدعمها
ما قدم حدا قبلك، يعني بمعنى آخر أنت عم تقدم شيء جديد. بعدها بيتم بشكل عام عرض طرائق البحث. من المهم جدا هذا، هي مسألة تانية بتميز الكتابة العلمية عن الكتاب، عن طرائق الكتابة الأخرى، إنه الباحث أو الكاتب لازم يكون أمين جدا في توضيح كيف جمع معلوماته، ما هي مصادر معلوماته، ما هي محاكمته العقلية في دعم حجته، وما هي طبيعة المعلومات اللي عم بجمعها، هل هي نوعية أو كمية. ومن ضمن هالأمور أيضا ما هي طريقة تحليل هالبيانات. هي طرائق البحث هي طرق إحدى، يعني عرض طرائق البحث هي إحدى طرق الأمانة في الكتابة العلمية وجعلها شفافة للآخرين، بحيث يمكن للآخرين أنه يحكموا على نوعية كتابتك أو على نوعية حجتك، ويقرروا أنه بده أنه هل سيقتنعون بها أو لا. إذا منقارن، هل هي النقطة مناسبة لأنه نقارن الكتابة العلمية بأنماط كتابة أخرى، مثل مثلا أحد أنماط الكتابة الصحفية اللي عم تحاول تقنعك بحجة بغض النظر عن أسلوب دعم هالحجة اللي ممكن تستند إلى جوانب عاطفية. بالكتابة العلمية عادة الكاتب يحاول قدر الإمكان أنه يكون شفاف، يتجنب المحاكمة العاطفية، أو إذا كان في محاكمة عاطفية من ضمن الحجة اللي عم بيقدمها أنه يكون واضح بهالخصوص، بحيث أنه يترك للقارئ مهمة الحكم على نوعية الحجة وإذا هالقارئ بده يقتنع بهالحجة ولا لا. بعدها هل يعني حتى الآن كانت هالمراحل، هالأقسام الثلاثة كلها هي تمهيد لما سيأتي لمحتوى المقال الفعلي يلي هو سيتم عرضه في المتن. وفي المتن يقوم الكاتب بعرض القضايا الأساسية اللي وجدها، النتائج اللي وجدها، يلخص فعليا البيانات والمعلومات يلي قام بتجميعها يلي تعرض وتدعم الحجة يلي يود إيصالها. بعد هالمتن يقوم الكاتب بنقاش البيانات اللي قدمها وبناء حجة متينة بناء على البيانات اللي قدمها في المتن. وبعد مرحلة النقاش الكاتب يقدم خاتمة تلخص كامل المقال من البداية للنهاية بشكل مختصر، وتعيد التأكيد على الحجة يلي الكاتب والفكرة اللي يود تقديمها ضمن المقال. هلأ من المهم أنه أعود للإشارة أنه هل المخطط هو مخطط أولي؟ ما ضروري المقال يتبعه بشكل صارم، ولكن حتى يعني مثلا على سبيل المثال ممكن المزج بين متن المقال وبين النقاش، يعني ممكن واحد يعرض البيانات وبنفس الوقت يعرض الحجة يلي عم بيحاول يقدمها بالمقال ويربط بيناتهم عنصر وعنصر بشكل متتالي. يعني بمعنى آخر هالمخطط الأولي هو عبارة عن دليل عام لي كخطة بدائية موحية للمبتدئين لعملية الكتابة، ولكن يمكن الخروج عنه. ولكن من المهم الانتباه أنه العناصر الموجودة ضمن هالمخطط الأولي حتى ولو تم تغييرها ويعني تغيير تسلسلها غالبا بتكون موجودة كلها في المقالات الجيدة. يعني دايما لازم يكون يتم توضيح طرائق البحث، لازم يكون في خلفية، لازم يكون في متن ونقاش، ولازم يكون في خاتمة. هلا نتطرق الى عمليه الكتابه بحد ذاتها. يعني هلا انت حطيت، قمت بعصف افكار، جمعت بيانات، قمت بوضع مخطط اولي. ما الذي يحكم عمليه الكتابه؟ عمليه الكتابه من الصعب جدا انه واحد يوصفها باجرائيه محدده، وبالتالي هذا واحد من الاسباب يلي انه نحن نهدف انه تكون ورشه تفاعليه، لانه كل شخص من بيناتكم غالبا عنده اسلوب مختلف. ناس منكم تحب تكتب على الورق، ناس منكم تحب تكتب على الكمبيوتر، ناس بتحب تبلش من تكتب فقرات عن الأفكار، ناس بتحب تبلش بأنه تحط مخطط أولي أو تعصف أفكار، ناس بتحب تجمع معلومات أول. بالتالي ما في شيء ثابت، ولكن نصائح عامة أنه لا تحجز أفكارك.
إذا في عندك فكرة معينة حاول تحطها على الورق بأسرع ما يمكن، حتى ولو ما إلها محل حاليا ضمن الشيء اللي عم بتقوم فيه. مثلا إذا عم تجمع بيانات، إذا خطرت لك فكرة أثناء جمع البيانات اكتبها على جنب، ما تخليها تضيع. أيضا لا تتقيد بتسلسل معين، اتبع المرحلة التالية اللي أنت عم بتحس إنه قادر تعبر فيها عن نفسك بأكثر بأفضل شكل ممكن. توخل الوضوح والمباشرة، هذا موضوع يعني في مدارس مختلفة للكتابة العلمية، يختلف الكتاب بينه. بتقدر تشوف إذا 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 بتفتحوا مقالات علمية بتدوروا عليهم أونلاين، تقدر تشوف في تفاوت كبير بين بالوضوح بالكتابة بين بين كتاب مختلفين. أنا شخصياً أفضل الوضوح والمباشرة والبساطة في عرض الفكرة. الكتابة العلمية ليس برأيي ليس هدفها أنه تعقد الفكرة. الأفكار يلي تنتج عن البحث العلمي هي معقدة بشكل كافي، لأنه هي بالنهاية ناتجة عن عملية بحثية طويلة ومستفيضة. وبالتالي الكتابة يجب أن تحاول أنه تبسط، ما تبسط الفكرة ولكن تبسط عرض الفكرة بأفضل شكل ممكن، وأنه تكون مباشرة. حاول أيضاً أن تعد قراءة ما تكتبه وراجع وكرر. عملية الكتابة هي عملية تكرارية، هي مشكلة أساسية واجهتني أنا بشكل متكرر في عملية الكتابة العلمية وخاصة في البدايات. أنه الكاتب المبتدئ بيشوف مقالات علمية للآخرين بيشوف المنتج النهائي، والمنتج النهائي هو نتيجة عملية طويلة من التكرار وإعادة الكتابة وإعادة التحسين وإعادة المراجعة. فلما المبتدئ بشوف المنتج النهائي، المنتج النهائي بيرعب، يعني بفكر انه انا مستحيل اقدر في يوم من الايام انه نوصل لهالمستوى. ولكن فعليا اذا بتشوف المسوده لهالكاتب المحترف، اذا بتشوف مسودته الاوليه هي مسوده غالبا في غايه التواضع. وبالتالي بلش بمسوده متواضعه، لا 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 يعني لا تاكل هم هالموضوع. قم باعاده القراءه بشكل متكرر للي عم تكتبه، لا تتردد في إعادة في تجريب إنه مثلا تغير تسلسل الأفكار، تعيد صياغة فكرة معينة. لا تتردد إنه حتى وأنت عم تكتب إذا فكرت إنه ناقصني معلومات حول فكرة معينة، مع إنه ترجع لمرحلة إلى علاقة بتجميع البيانات مع إنه هي مرحلة سابقة. يعني بشوف ما الذي يلزم لفكرتك لأنه يتم دعمه، وحاول هالعملية تحكم إجرائية كتابتك وليس العكس. من المهم جدا الأمانة والاستشهاد والإسناد في الكتابة العلمية. واحدة من القضايا الإشكالية الأخلاقية الرئيسية في الكتابة العلمية هي أنه تكتب فكرة أنت استوحيتها من حدا آخر بدون ما أنه تشير أنه هل أحد الأحد الآخر الباحث أو الكاتب أو المفكر هو اللي أوحى لك بهالفكرة، وانه تسند تستشهد بالمصدر يلي اوحى لك هالفكره. هي كمان وحده من الامور يلي تميز الكتابه العلميه عن انماط الكتابه الاخرى. لنبدا هلا بالخطوه الاولى يلي هو خطوه صغيره، هي اللي هي اعداد ملخص من 250 كلمه يتم فيه عرض ملخص للمقال يلي تود كتابته انت كمشارك او كمشاركه. إعداد الملخص، حتى أعيد التأكيد، الملخص رح يتكون من بضع جمل بما لا يتجاوز 250 كلمة. هل الملخص يشمل ما يلي؟ موضوع وخلفيته وأهميته، النتائج المتوقعة من المقال، والخلاصة المتوقعة. يعني إذا بتفكروا بمعنى آخر، هل الملخص هو فعليا ملخص لكامل المقال؟ يعني لأن الموضوع خلفيته وأهميته هذا يعني يمثل ملخص عن المقدمة وخلفية الموضوع، ما قام به آخرون وليش اللي أنت عم بتقوم فيه مهم وما حدا قام به من قبل، والنتائج يلي هي معروضة بالمتن، والخلاصة اللي معروضة بالنقاش وبالخلاصة بالنهاية. ولكن الملخص طبعا لازم يكون كتير كتير مختصر لأنه عبارة عن لا يتجاوز 250 كلمة. ومن المهم الانتباه انه لازم ما تخلوا الملخص يقيدكم، يعني ممكن تبلشوا انتم بملخص معين تحطوا فيه نتائج متوقعه تتوقعوا انه تتوصلوا له بالمقال وخلاصه متوقعه، ولكن ليس من الضروري انه هالملخص يقيدكم وقت تقوموا بالكتابه. انه ما ضروري تاكلوا هم انه انا اللي المقال اللي عم بكتبه عم بيبعد عن الملخص.
ما هي مشكلة، هذا عملية، هي هذا موضوع طبيعي، لأنه أنت وقت عم تكتب بجوز يتغير الموضوع نوعا ما، بجوز الحجة اللي أنت عم تكتبها تتغير، لأنه أنت عم تتعلم أثناء عملية الكتابة. فبعد ما أنت تخلص مقالك بتعدل الملخص ليتلائم مع مقالك، مو العكس. في البداية رح نقوم بكتابة ملخص كمثال، ورح نشاركه معكم ونحط الرابط على صفحة الحدث كمان كموحي خاصة للمبتدئين ليحطوا إجرون على خطوة البداية. هذا يختتم العرض الأولي. شكراً لمتابعتكم لهالنقطة، وعفواً للاختصار يلي توخينا بسبب لانه يعني ما نخلي العرض ممل وطويل، ولكن رح نعوض بهالاختصار انه نقدم لكم مسألتين ذكرتهم. اول شيء رح نقدم دليل مكتوب للمخطط العام للمقال المقترح، فيه التفاصيل اللي حكيت عنها بشكل مكتوب واللي ما تعرضت لها بشكل مكتوب فيها العرض، وبالتالي ما ضروري تسمعوا العرض اكثر من مره، هالمعلومات كلها رح تكون موجوده في الدليل. ورح نعطي مثال عن الملخص، عن ملخص لمقال افتراضي. مرة ثانية شكرا لكم للمتابعة، وبنتفاعل على صفحة الحدث.